بعد ساعات من إعلان مفوضية الانتخابات عن موعد انطلاق الحملات الإعلانية للأحزاب والكتل السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، أخذت الكتل المرشحة تتسابق فيما بينها لنشر دعايتها للتنافس على 11 مقعد عن محافظة كربلاء. كربلائيون طالبوا بصرف الملايين على الفقراء والعوائل المتعففة أو إنشاء مشاريع تخدم الشباب بدل أنفاقها للدعايات الانتخابية، خصوصا أن الشباب اليوم يعاني من عدم توافر فرص عمل. هاي الصور تارس الشوارع، وهاي الصرف الفلوس بالزايد، العاصفات، وهاي الصور تروح بالشوارع وتشقق قبطت هاي الناس الفقراء، كثرة الجوع والضيم، والعالم هاي تدرس وتوصل جامعة وتتخرج وماكو تعيينات، بس والله ابن فلان وفلان يتعين، وين العرف؟ عالم مات من الجوع، هواي ناس فقرة، يعني عالم حارس شو يسوي؟ حتى شغل ماكو، يقلك والله يقلك شغل ماكو، يعني عالم كل واحد يشوف ايش قده وايش كبره، طالب الحكومة، طالب جامعة البرلمان، يعني هسه فلوس انتخابات بمليارات يذبوها بالشارع، هواي العالم فقرة ما حد يساعدها، زين لو لا، هاي طلاب الجامعة ما حد يساعدهم، غيركم مساعدة للعالم؟ اكو عالم عنده فلوس بس اكو عالم هاي الفقره بالقوه يوصل للجامعه، بالقوه يوصل روحه، يوصل للجامعه ويعطي فلوس ويعطي ملايين وما عنده فلوس، الحير من يجيب؟ احنا نطلب من البرلمان، يعني احنا من 2003 لهسه كل شيء ما سوونا، ما شفنا شيء من عندهم جديد، غير يجون بس يوم وقت الانتخابات ماكو انتخبوني وانا اسوي فلان شيء، وانتخبوني وانا اسوي فلان شيء، وبالاخير كل شيء منحصل من عندهم، يعني انا اطلب من عندهم يطلعون للشارع يشوفون هاي الناس الميته جوع. يعني احنا كطلاب احنا شنو ذنبنا؟ احنا نوصل نتعب ونسهر ليل ونهار نقرا وتاليها كل شيء ما نحصل، لا شهاده لا شيء، تروح يقول لك عينك ب50 ورقه، عينك بكذا مبلغ، يعني ما عنده اللي عنده ينطي واللي ما عنده شنو ذنبه؟ اخرون اعتبروا ممارسات المرشحين وتمويل دعاياتهم بملايين دنانير تأتي ضمن الفساد الذي ينخر بجسد البلاد. بدل من توفير هذه الدعايات الانتخابية وتكلف المسؤولين أموال كثيرة وكبيرة جدا، توفير فرص عمل للشباب على الأقل، وخلي يعتبروها مثل ما نقول دعاية انتخابية لهم، يعني اليوم نشاهد البوسترات واللافتات والتواصل الاجتماعي الذي أصبح مليء بالمرشحين، يعني لا نشاهد المنشورات الاعتيادية الآن في التواصل الاجتماعي، نشاهد كلها صفحات تدعم ب20 و30 ألف دولار، 50 ألف دولار، 100 ألف دولار، الدعايات الانتخابية اليوم يعني أصبحت دعايات رهيبة جدا، يعني وهذه الدعايات تعبر حجم هذه الدعايات يعبر عن حجم الفساد الموجود حاليا في البلد، يعني الدعايات الرهيبة هذه تعبر عن حجم الفساد الموجود، لو كان المسؤولين نزيهين لما شاهدنا هكذا دعايات انتخابية، لما شاهدنا تعبيد للشوارع، لما شاهدنا الآن الحكومة بعض المرشحين الحكومة المحلية الآن بدأوا ينظفون في المدينة وحملات على الأوساخ والأزبال، لماذا هذا العمل الآن؟ لماذا هذا العمل؟ لماذا عمل المرشح العراقي وعمل مسؤول العراقي هو ستين يوم فحسب؟ يقول المثل الشعبي فلوسك يا شعب راحت للحياتين، والملعب إلك أنت اليوم وبكيفك. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.